السلام عليكم. شركة واوي أعلنت عن هاتفها الجديد واوي الواي 7 بي، وده هاتف فئة متوسطة، وفي الفيديو ده هوضح كل حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف. الشاشة بتكون IPS LCD بقياس 6.39 بوصة بدقة HD بلس 1560x720 بكسل بكثافة بكسلات 269 بكسل لكل بوصة، ونسبة استحواذ الشاشة بالنسبة للواجهة بتكون حوالي 90%. الظهر والفريم بيكونوا من البلاستيك، وزن الهاتف بيكون 176 جرام. المعالج بيكون كيرين 710F بالتقنيات 12 نانومتر أوكتا كور، ومعالج رسوميات بيكون المالي G51MP4. بالنسبة للكاميرات، فالهاتف بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، التانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 ألترا وايد 120 درجة، التالتة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 للديب سنسور. الكاميرات بتدعم البانوراما والإتش دي آر، وبتدعم النايت مود، وبتصور 1080x30 إطار. بالنسبة للكاميرا السيلفي، فبتكون عبارة عن ثقب في الشاشة، وبتيجي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، والكاميرا بتدعم الـ HDR وبتصور 1080x30 إطار. البطارية بتيجي بسعة 4000 ملي أمبير، والشحن بيكون 10 واط، ومنفذ الشحن بيكون مايكرو USB. الهاتف فيه جاك 3.5 ملي، وفيه راديو FM، وبيدعم تركيب كارت ميموري، والبصمة بتكون خلفية. والهاتف بينزل بنسخة واحدة 464، ودي سعرها بيكون بحوالي 160 دولار، وهيبدأ بيع الهاتف يوم 20 فبراير على أكتر من موقع. ده كان كل حاجة الفيديو النهاردة. ياريت لايك وشير للحلقة عشان توصل لأكبر عدد، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة أول لما تنزل. دعمكم بيفرق في الاستمرارية. ألف شكر على المشاهدة، واشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله.